تتوقف على مرتضى منصور، يعني اذا تعلم من التجارب السابقه وادى الفرصه للمدرب انه يشتغل بحريه كامله. لما فريرة اشتغل بحريه كامله وقفل على فرقته نجح. عايز اقول لمرتضى منصور والاداريين في الزمالك معلومه مهمه جدا، ماكلش شخصيه عصبيه، مش شخصيه هاديه، شخص عصبي وانفعالي جدا جدا جدا، وده سر نجاحه في معظم الانديه اللي اشتغل فيها. فارجو ان هم يسيبوه اشتغل براحته عشان ينجح.